Auseinandersetzungen, Proteste auf den Straßen. Befürchten Sie, dass die Lage in Libanon, eine Frage an den deutschen Minister und eine Frage an Herrn Shukri? دول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للقاء في الولايات المتحدة يوم 6 نوفمبر القادم في وجود ممثلي الإدارة الأمريكية للتباحث حول كسر الجمود في إطار المفاوضات الجارية حول سد النهضة مصر فيأتي الاجتياح والاعتداء التركي العسكري على شمال شرق سوريا ليعيد مرة أخرى العمل العسكري والخروج خارج الشرعية الدولية وما يمثله من تهديد للسلم والأمن الدولي وعدم الالتزام بقواعد الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. Die erste Frage an Heiko Maas, der